ولأدحضن بحجتي شبهاتكم حتى يغطي جهلكم عرفاني ولأغضبن لقول ربي فيكم. مع انه على دين الزاك التكفيري يقدر يعترض علينا، انا كاشفه وكاشف العين وذات خلاص. فمع انه تكفيري بكفر الحاكم لانه قال الحاكم ما حكم بغير ما انزل الله. قبل شهور ماشي في السوق العربي لقيت يافطة كبيرة، مكتب البروفيسور على الدين الأمين الزاكي للمحاماة محامي. طيب انت ما قلت القانون بتاع الدولة طاغوتي وكافر، بقيت شغال بالقانون محامي ولا شبكت نيانيا؟ وصورت اليافطة، كنت مؤجر لهم جاد راكب ماشي وشارك امجاد اجيب انا كحلت لي جغمة كبيرة اجيب نزلت. الوقت ده كان عندي موبايل سمع لكن السيريبيكا. المهم نزلت صورته شاك صورت اليافطة بجاي وجبت على امجاد، قال لي يا سعدك؟ قلت له لا خليه بجغمة براي. جغمت امجاد بجاي وعرفت الناس منافقين وناس دجالين. الحاكم كافر بجاي مع الشباب المتحمسين في الجحور وفي الاعشاب بتاعت القماري، بيجاي مع الحاكم وذاته ركب البرادو بتاعت الحاكم بيركب البرادو، بيجاي الحاكم كافر ذاته نازل ذاته اكبر مجرمين وديل اسباب الخوارج.